جارنا المملكة المغربية حاليا هناك تهويل هل ندخل في هذا التهويل وحتى ندخل في طرح اللي هو يتنافى تماما مع وقائع الجيوستراتيجية للمنطقة تعرفوا علاش هناك سوء تفاهم ما بين الجزائر وجارتها المغرب هي قضية الصحراء إخواننا المغربيين المراركة باغيين يجعلوا منا طرف في الوقت اللي صاحب القضية معاهم هي الجبهة البوليزاري والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هل ننزلق في هذا الطرح اللي جاء يعني باش كان كلمتني على رسالة تعازي ملك المغرب كان سبقها هذا الهول هذا إذا نحن نعتقد في الجزائر الأقل على مستوى السلطات الجزائرية طبقا للسياسة الحكيمة اللي طبقها فخامة الرئيس وشفناها في أزمات أخرى أننا نمشوا بالحكمة ونمشوا دائما سعيا لعلاج المشاكل أو تطوير العلاقات وليس العكس